السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتور وليد عبد الله، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى زليخة الشارقة. يعتبر قسم الطوارئ بوابة المستشفى والمقصد الرئيس عند الإصابة بأي عارض أو حالة طبية حادة، ويقدم قسم الطوارئ مجموعة طبية متكاملة من الخدمات الصحية في الحالات الباطنية والجراحية وإصابات الملاعب، وكذلك طوارئ العيون وطوارئ الأنف والأذن والحنجرة. يتميز قسم الطوارئ في مستشفى الزليخة بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية من خلال طاقم طبي وتمريضي كفء متوفرون على مدار الـ 24 ساعة في طوال أيام الأسبوع لتوفير جميع احتياجات المرضى. تعالج خدمات الطوارئ لدينا الحالات الطبية الحادة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية والربو، وكذلك الحالات الغير حادة مثل البرد والإنفلونزا. يتكون قسم الطوارئ لدينا من مناطق مختلفة حسب الوظائف المطلوب أدائها في كل منطقة. على سبيل المثال للحصر، غرفة التصنيف المرضى، قاعة الانتظار، غرفة الإنعاش القلبي، وغرفة المراقبة القلبية. يتم فحص جميع المرضى خلال وصولهم إلى المستشفى من قبل طاقم تمريضي عالي المستوى، وكذلك يتم تصنيف المرضى حسب مقياس تصنيف عالمي، وبناء عليه تتحدد أولوية العلاج للمريض ذو الحالة الخطرة. هدفنا في قسم الطوارئ تلبية جميع احتياجات المرضى العاجلة تحت إشراف نخبة من أجود الأطباء، ولا تشمل الرعاية في قسم الطوارئ على العلاج فقط، ولكنها أيضا تشتمل على التوعية والنصح وسبل الوقاية المختلفة. ويسرنا في قسم الطوارئ استقبال جميع احتياجاتكم طوال الساعة خلال 24 ساعة، ودمتم بصحة جيدة. مستشفى زليخة الشارقة.